عليكم. نساءنا أعراضنا شرفنا. حمد بن عيسى آل خليفة وميليشياته مع وزير داخليته قرروا أن يستبيحوا شرف كل امرأة بحرينية لها كلمة حرة تعبر بها. ابتسام الصائغ، نجاح، أميرة القشعمي، آيات القرمزي وغيرهم من أخواتنا العفيفات ما هم إلا أمثلة. فهبوا يا شعب البحرين، هبوا للدفاع عن أعراضنا بكل وسيلة، وكل من يجد له طريقة بتكليفه أن يقوم بعمل، لأن فعلا الوضع جدا خطير. وبين أن حمد بن عيسى آل خليفة نيته سودة في هالموضوع، فعلينا جميعا اليوم أن نتحمل هذه المسؤولية، خاصة أن في هذه اللحظات أخوات تعذب في السجون. يظن حمد آل خليفة أنه بصعق جسد ابتسام ورفيقاتها بالأسلاك الكهربية، بضربهم، بتعريتهم، يظن أنه سوف يغلق الملف الحقوقي أو الملف الإنساني أو الملف النسائي والنشاط النسائي لثورة 14 فبراير. هو واهم. فهبوا جميعا لوقف هذا السافل من هذه الجناية التي يرتكبها بحقنا جميعا.